المشاورات التي تنفذها المملكة العربية السعودية بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية هي ليس بغريب على ميليشيات الحوثي أن ترفض كل أي مشاورات تقوم بها كل الأطراف، سواء كان في الكويت أو في ستوكولم أو غيرها. هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام وإنما تؤمن بقوة الحرب. المملكة العربية تسعى جاهدا لوقف الحرب في اليمن ومد يد السلام، وكذلك الحكومة الشرعية التي تسعى دوما للسلام، ولكن هذه الميليشيات لا تريد السلام. ونأمل أن تكلل هذه المباحثات وهذه المشاورات بالنجاح بين الطرفين، بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثية الانقلابية. نشكر كل الجهود التي تقوم بها سلطنة عمان على بذل الجهود للتوافق بين الطرفين وإيصال اليمن إلى بر الأمان. كل الجهود التي تقدمها سلطنة عمان لليمن وللشعب اليمني بشكل عام جهودا كبيرة يشكرون عليها. نحن نشكر طبعا سلطنة عمان على ما أبدته من هذه الوساطة، ونشكر التحالف على هذه المحاورات، لكننا نأمل أن يكون هناك جدية على أرض الواقع ولا تكون حبر على ورقة، ونتمنى طبعا كلنا طبعا على أمل لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وعن المواطن اليمني، لأن هذه الحرب قد طالت وأصبح المواطن اليمني يعاني ويلات وويلات الفقر والحصار والمجاعة نتيجة هذه الحرب العبثية الغاشمة. المشاورات القائمة بين الشرعية والميليشيات الحوثية نحن ندعمها، وثوراتنا جميعها تدعو إلى التعايش والسلم بين أبناء الشعب اليمني وجميع أطيافه، إلا أننا نجزم بل نؤمن أن الحوثيين لا يلتزمون بالسلم، وأنهم دائما يعملون على هذه الاتفاقيات من أجل الدخول في حروب أخرى. المشاورات الحالية التي تجري الآن في الرياض ما بين الوفد الحوثي بوساطة عمانية مع السعودية، إذا ما تحققت مطالب الشعب اليمني في سلام شامل وعادل يعيد اليمن الأمن والاستقرار ويعيد العدل والمساواة للمواطن، فنحن معنا.